العسكرية تثبت في كل موقف مصيري أنها ليست تابعة، بل هي شريكة حقيقية في صناعة التاريخ المصري القديم منه والحديث. وانطلاقا من خروجها الحاشد في الانتخابات الرئاسية 2014، عقد المجلس القومي للمرأة مؤتمرا بعنوان دور المرأة في الانتخابات الرئاسية ومكتسباتها في الدستور، في محاولة لوضع تصورات لمشروع قانون وضع المرأة المصرية في انتخابات مجلسي الشعب والشورى. خروج المرأة المصرية بهذا الاحتشاد التاريخي، هذا الاحتشاد التاريخي الذي عنوانه أن هؤلاء هم أحفاد حتشبسوت ونبرتيتي وشجرة الدر وأسماء بنت أبي بكر والقديسة أرمنوسة، الذين كانوا صانعي تاريخ والذين حموا الأمة بأن كانوا هم الحضانة التي تدور فيها كل قيم هذا الوطن. هذه المرأة المصرية التي خرجت في احتشادها التاريخي لحماية الثورة والدولة والشعب. نساء مصر كنا بطلات المشهد الانتخابي ولهن الفخر. الآن الدستور المصري الجديد أقر حقوقا كثيرة للمرأة ربما لم يحتويها دستور سابق، لكن نصوصه حتى الآن ما زالت قيد الأوراق، وننتظر جميعا تفعيلها في قوانين وتشريعات ووجود كثيف للمرأة المصرية بالبرلمان القادم وبالمجالس المحلية وبمناصب الدولة. لما اتكلم على انتخابات المجالس المحلية خصص للمرأة 25% من المقاعد، زي ما خصص للشباب 25% من المقاعد. المعايير الدولية بتقول التلت مقاعد مجالس النواب. ناهيكي بقى عن كل البرلمانات الأخرى زي البرلمانات العربية اللي فيها أخذوا بيشتغلوا يسعوا إلى مبدأ المناصفة. فإحنا بنتكلم هنا على مشروع خصص 24 كرسي فقط من 600 للمرأة المصرية، لا يتناسب ولا مع النصوص اللي اتكلم عليها الدستور ولا مع المعايير اللي أخذ بها الدستور ولا مع المعايير الدولية، وأهم من كده ولا مع وزن المرأة الاجتماعي والسياسي ولا مع قدرتها على المشاركة ولا مع المصلحة الوطنية في إنها تبقى ممثلة تمثيل عادل وإنها تشارك في صنع القرار في مرحلة حرجة جدا من مراحل تاريخنا المعاصر. التمويل دي حاجة، ثقافة المرأة في اختيار المرأة دي حاجة تانية مهمة جدا. الحاجة التالتة حتى طبعا قوائم وفرد دي مشكلة كبيرة جدا، احنا اصلا الناس هلكين في ده ولا في ده، فحتى ان انا ادخل فردي فدي عايز اعتمادي على نفسي، دخلت قايمة خلت القايمة معايا شلت القايمة معايا، لو انا على رأس القايمة لازم انا اللي اصرف على القايمة كلها، فده برضو موضوع مش سهل. حتى الاعلام، التقصير الاعلام ان هو يجيب الست ويظهرها بشكل قوي يساعدها انها تقدم نفسها تقدم برامجها تقدم فكرها، لو عن حزب تقدم فكر الحزب، فكل ده طبعا احنا عندنا فيه قصور رهيب جدا، فاحنا بندفع ثمنه. فانا كمرأة حتى لو فكرت انزل مش هقدر اسد على كل الحاجات دي، لازم جهات معينه او جهات متخصصه هي اللي تسد معايا او تساعدني في الامور دي. اي حد يقول لك اصل كانت فاضي.